وأيضا أنشطة موازية تعريفية للمجتمع المغربي وما يحمله من أصالة وثقافة. ملتقى النساء رائدات الأعمال لبلدان البحر الأبيض المتوسط هو نقطة التقاء بين كل الأطراف المعنية بالتنمية وبريادة الأعمال، وهو فرصة جيدة ليس فقط للوقوف على الإيجابيات ولكن أيضا لطرح المشاكل والنواقص التي تواجهها المؤسسات النسائية المتوسطية مع مناقشة واقتراح البدائل التنموية وتقوية روح المبادرة وتعزيز التعاون والشراكة واختصار التجارب والشراكات واقتحام عالم القيادة ووصول النساء إلى مناصب المسؤولية في الشركات والمؤسسات الاقتصادية. وعلى أمل أن يحقق هذا الملتقى ما تصب إليه النساء المتوسطيات رائدات الأعمال وما نصب إليه جميعا من دعم للريادة النسائية، نفتتح هذه الجلسة الصباحية بإعطاء الكلمة للمتدخلين الكرام الذين نشكر لهم حضورهم ومواكبتهم ودعمهم وإسهاماتهم كل من موقع ووفق الاختصاصات الموكلة إليه. إنما قبل ذلك أتشرف بتقديم اعتذار عدم حضور صفيحة هذا الملتقى للسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة لتواجده بالخارج، وأيضا للسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء لتزامن الحدث مع التزاماته المهنية، وأيضا للسيد حسين عليوة رئيس جامعة ورق التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب لظروف عائليات طارئة. الكلمة الآن هي للسيد عبد اللطيف أفيال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة طوان الحسينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة الوزيرة وزارة الحياة وزير الخدمة والمرأة، السيد والي صاحب جلالة على ولاية على جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عامل عمالة الفحص طنجة، السيد رئيس الجمعية المتوسطية لغرف التجارة رسكا، السيد نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد رئيس جماعة طنجة، السيدة رئيسة جمعية النساء المقاولات فرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة رئيسة اتحاد منظمات سيدات الأعمال في البحر الأبيض المتوسط أفايمي إسبانيا، ونائبة رئيسة قسم العلاقات الخارجية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، السيدة شريفة لالا مانيكا، السيد مسيو الكونسيول فرونس، السادة رؤساء المصالح، السيدات والسادة كل باسمه وصفته، جميعكم برلمانيين، منتخبين، أعضاء الغرف، أعضاء لافيم، السيدات الذين الوفود الأجنبية الذين زارونا، مرحبا بكم في بلدكم الثاني، أهلا وسهلا بكم من كل في كل أقطاع العربية وشمال البحر الأبيض المتوسط. كذلك نرحب السيدة رقيب العيب مستشارة وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. سيدات والسادة العاملين بحق الإعلام والصحافة، السادة الحضور الكريم، ضيوفنا الكرام، يسرني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في النسخة 16 من المنتدى الدولي لنساء رائدات الأعمال لبلدان البحر الأبيض المتوسط لدور جميل بانكر 2024، الذي ينعقد تحت شعار من البحر الأبيض المتوسط إلى العالم الريادة النسائية بلا حدود، والذي تشرفت مدينة طنجة العريقة باحتضانه فعالياته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وإياه. إن تنظيم هذا المنتدى يأتي تتويجا للتعاون الوثيق بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجمعية النساء المقاولات بالمغرب إلى جانب الشركاء المتميزين وعلى رأسهم جمعية غرفة التجارة والصناعة لبلدان البحر الأبيض المتوسط وغرفة التجارة والصناعة لمارسيليا فرنسا وبإدارة منظمات سيدات الأعمال البحر الأبيض المتوسط. وبهذه المناسبة أتوجه إليهم جميعا بالشكر الجزيل
كما أتقدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى متمنيا النجاح والتوفيق لأشغاله. بداية أود أن أرحب بضيوفنا الكرام متمين لهم مقاما طيبا بمدينة بوغاز، مدينة طنجة، ملتقى الحضارات وموطن التعايش والتآلف بين العديد من الجنسيات ولا سيما من دول البحر الأبيض المتوسط، الذين اختاروها مركزا لاستثماراتهم ومقرا لإقامتهم. فمرحبا بكم جميعا وبالنساء المقاولات، ولنحتفي جميعا بالدور الهام الذي أضحت تلعبه المقاولات التي تديرها النساء في تطوير نسيج اقتصادي لحوض البحر الأبيض المتوسط، والمنجزات المهمة التي حققتها بلادنا في مجال التنمية البشرية، والعديد من المكتسبات لفائدة المرأة المغربية. وشكرا لهن على مساهمتهن الكبيرة والقيمة في المسيرة التنموية التي يخوضها الشعب المغربي بقيادة عاهل المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وإننا نعتز ونفتخر بكون بلادنا انخرطت بعزيمة قوية وبخطى ثابتة ورؤية واضحة في مسار تعزيز دور المرأة التي شملت مجال التنمية بمفهومها الواسع، وذلك عبر العديد من التدابير والإجراءات التي ساهمت إلى حد بعيد في ترسيخ مكانة المرأة كفاعل أساسي على المستوى الاقتصادي. وبهذه المناسبة الطيبة نتقدم بتشكراتنا الخالصة إلى شركائنا في تنظيم هذا المنتدى، وكذا إلى كافة المؤسسات المؤطرة لمختلف محاولها على مساهمتهم في إنجاح فعالياتهم. كما أود أيضاً أن أعبر عن مدى سعادتنا بوجودكم معنا اليوم في هذا اللقاء الذي يجمعنا تحت ظل التعاون والتقاطر والريادة الاقتصادية. إن حضوركم يعكس التزامنا جميعاً بتعزيز التعاون بين دولتنا وفتح آفاق بين دولنا وفتح آفاق جديدة من الفرص لنساء الأعمال في منطقتنا. تلك الفرص التي تساهم في تطوير اقتصادياتنا وتعزيز روح القيادة النسائية عبر حدودها. البحر الأبيض المتوسط كان ولا يزال منطقة للتبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول، وما نراه اليوم هو استمرار هذه الدينامية التاريخية. واليوم نحن في حاجة أكبر إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول المنطقة والتعاون على مستوى الاقتصادي النسائي، حيث تلعب النساء دورا جوهريا في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض للمجتمعات. التعاون المتوسطي ليس مجرد تعاون اقتصادي، بل هو دبلوماسية اقتصادية تسهم في تعزيز السلام والاستقرار من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المشتركة. الاقتصاد اليوم لم يعد يقتصر على الأرباح والمكاسب المادية فقط، بل أصبح وسيلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الشعوب. وفي هذا السياق لا بد أن نثمن العلاقات الوثيقة التي تجمعنا مع دول المتوسط، والتي ترتكز على أسس قوية من الثقة والتعاون المشترك. هذه العلاقات ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة لتاريخ طويل من العمل المشترك والتفاهم المتبادل. وها نحن اليوم نجتمع لتعزيز هذا التعاون من خلال إتاحة الفرصة لنساء الأعمال لتبادل الخبرات والتجارب وتقديم أفكار مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة. برنامجنا اليوم يعكس هذا التوجه، حيث يبدأ بالترحيب بكم جميعاً وتليه زيارة أجنعة العرب التي تستعرض إنجازات رائدة أعمال من مختلف البلدان المتوسطة، كما تتاح لنا الفرصة لاستمتاع إلى قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين الذين استثناؤهم من قضايا